تعالى برضو قبل ما ننسى كده ندور الموتوسيكل مع بعض ونشوف الصوت بتاعه. ايه الاخبار يا رجاله؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم على موتوسيكل وينج ار اس 250 اللي هو بيتسمى برضو بهوندا 250. كان نزل من فتره كده وبعد كده بطل ينزل ودلوقتي نزل منه اصدار جديد. عايزين نشوف ايه المختلف فيه عن الاصدار اللي قبليه، هل في اي حاجه اتغيرت والكلام ده كله. يلا بينا نبدا في الفيديو. يلا بينا تعالى نبدا اول حاجه بالموتوسيكل كده من الجزء الامامي ونشوف ايه الحاجات اللي اتغيرت او الحاجات اللي حصلت في الموتوسيكل. زي ما انت شايف الموتوسيكل بنفس الشكل بالظبط، يعني تقريبا ما فيش اختلافات كبيره، نفس المساعد والفانوس والكلام ده كله، تقريبا نفس الاصدار او نفس الشكل بتاع الموتوسيكل. تعالى مثلا نبدا باول حاجه الجزء الامامي بتاع الموتوسيكل. عندنا هنا مثلا الاصدار الاولاني كان نازل بدبل اسطوانات امامي، يعني الاصدار القديم كان فيه اسطوانه هنا والاسطوانه دي اللي هي الناحيه الثانيه، دلوقتي نزل بواحده بس. انا مش عارف بصراحه سبب التغيير او سبب ان هم خلاهم ينزلوه بواحده بس ده اول تغيير معانا في الموتوسيكل. وزي ما انت شايف كده الفرامل برده بتاعته كبيره، يعني الاسطوانه بتاعته كبيره، فبرده حتى لو هو اتشال منه الاسطوانه اللي قدام فبرده الفرامل بتاعته بنسبه كبيره هتكون كويسه، والناس جربته على الطريق برده شافت. لكن انا مش عارف ايه سبب ان هم شالوا الاسطوانه الثانيه، هل كان فيها مشاكل مثلا مع الناس او حاجه، مش عارف ايه السبب بالظبط بصراحه. برضو عندنا هنا نفس المساعد اللي كان موجود، مساعد المقلوب الامامي زي ما انت شايف كده نفس المساعد بالظبط. برضو هنا اللون الاسود اللي هو واخده من تحت ده، ممكن يكون في اختلافات بسيطه كده في الالوان او حاجه، بس نفس الشكل بالظبط ونفس المساعد. والفانوس اللي قدام نفس الكلام، الفانوس اللي الدات. تعالى برضو كده ننور مع بعض. الفانوس اللي كنا شفناه من شركه وينج نفس الموضوع بالظبط. ادي النور الاولاني اللي هو الصغير خالص، برضو ممكن نقفل كله. ده النور الاولاني اللي هو الرموش زي ما بنسميها بتاعه الفانوس، وبعد كده عندنا النور اللي هو الواطي، وبعد كده طبعا عندنا ممكن ننور العالي من الناحيه الثانيه. ادي العالي بتاع الموتوسيكل اهو، بنورك الجزء اللي تحت ده معاه. وتعالى برده نبص كده بصه بسيطه على العداد، نشغل تاني نشوف الدنيا هل في اي تغيير. العداد اهو بتاعه، برده العداد هنا شكله كويس، الانوار بتاعته كويسه، وهنا علامه البنزين زي ما انت ما شايف، والار بي ام كده تحت. العداد كله تقريبا ديجيتال، هو كله ديجيتال بالكامل. وهنا طبعا درجه الحراره والسرعه والكلام ده كله نفس العداد تقريبا. تعالى برده نتكلم على حاجه لسه ما اتكلمناش عنها لحد دلوقتي، وهو الموتور بتاع الموتوسيكل. الموتوسيكل نازل بنفس الموتور اللي كان نازل بيه في الاصدار القديم، زي ما احنا شايفين الموتور اللي احنا واخدين عليه اللي هو شكله يعني ملفت بالنسبه الموتور الصيني عموما. بتحس مثلا ان هو شبه الزونتس اللي هو ال155 اللي هو جي 1 والكلام ده كله، واخد نفس الالوان وتقريبا نفس حجم السلندر بتاعه. فالموتور ده نازل عندنا 250 سي على كاتينا، بيطلع تقريبا حوالي من 24 ل 25 حصان، وطبعا الموتوسيكل تبريد ميه زي ما احنا شايفين كده. لو رحنا قدام هنلاقي الريداتير بتاع تبريد الميه موجود فيه، فنفس الامكانيات بالظبط بتاعه الاصدار اللي قبليه. زي ما اتكلمنا على المساعد اللي موجود اللي قدام اللي هو المساعد المقلوب، اللي في ناس كتير بتحب الشكل ده عموما حتى بعيدا عن الاداء بتاعه، يعني هو الاداء بتاعه كويس ما شفناش منه مشاكل او حاجه، بس في ناس عموما بتحب الشكل ده من المساعدين، المساعدين المقلوبه عموما. تعال بقى نرجع على المساعد اللي ورا. عندنا هنا المساعد اللي موجود في الموتوسيكل ورا مساعد نص، مش موجود اثنين مساعد، لا هو مساعد واحد في نص الموتوسيكل نفس الاصدار القديم. ولو رجعنا شويه كده برده هنلاقي عندنا الفرامل الخلفي، الفرامل الخلفي برده نفس الكلام باكم. طبعا انت ممكن تفتكر ان هي اي بي اس او حاجه بسبب الجزء ده، ولكن الفرامل عاديه جدا، فرامل باكم سواء اللي قدام او اللي ورا، مش اي بي اس او سي بي اس او اي حاجه، هي فرامل باكم امامي وخلفي. وبالعكس كمان كان عندنا مثلا الجنط اللي قدام ده كان فيه اسطوانتين الفرامل، هنا عندنا اسطوانه واحده. الفرده الخلفيه بتاعه الموتوسيكل نازله بعرض 140 70 17، نفس برده الفرده اللي كانت موجوده في الاصدار القديم او نفس العرض بتاعها. وده شكل النقشه زي ما انت شايف كده، النقشه برده اللي هي بتاعه الطريق مش بتاعه رمله او الكلام ده كله، نقشه ناعمه حتى رغم ان هي فيها فتحات كتير، ولكن النقشه تعتبر برده بتاعه الطريق. نفس الكلام بالنسبه للفرده اللي قدام، برده عايزين نتكلم عنها. الفرده اللي قدام نازله بعرض 110، برده النقشه بتاعه الطريق او الستريت زي ما بنسميها، فيعتبر يعني نفس الحجم بتاع الفرده سواء الامامي او الخلفي، نفس العرض بالظبط، مفيش حاجه بينه وبين الاصدار القديم. لكن ابرز حاجه انا شفتها اتغيرت في الموتوسيكل ده، وهو الفرامل الباكم اللي قدام بقت واحد بدل اثنين. برضو حاجه دايما بتلفت نظري في الموتوسيكل ده وهو الشاسيه بتاعه. الشاسيه ده برضو من ساعه ما الموتوسيكل نزل او الاصدار اللي نزل منه الاولاني مفيش حد اشتكى من موضوع الشاسيه. كان في شويه موتوسيكلات كده بتنزل السوق بيحصل دايما منها مشاكل في الشاسيه، لكن هنا عندنا الشاسيه ده يعني يعتبر شاسيه مدعم مفيش مشاكل قابلت الناس او حاجه، ويعتبر برضو من اكتر الحاجات اللي لفت انتباه الناس الشاسيه بتاع الموتوسيكل مع الشكل الامامي بتاعه عموما، فبتحس ان الموتوسيكل فعلا قوي. تعالى برضو قبل ما ننسى كده ندور الموتوسيكل مع بعض ونشوف الصوت بتاعه.
زي ما سمعنا كده الصوت بتاع الموتوسيكل هو تقريبا نفس الاصدار الاولاني برضو، ما غيروش مثلا علبه الشكمان او حاجه، هو نفس الصوت. الصوت بتاعه كويس بصراحه، انا بحب الصوت الضخم ده، بيفكرني مثلا بالتيني تي 250 برضو، الصوت بتاعه كده تحس ان هو ضخم قريب منه. طبعا في فرق شويه ما بين الاثنين، بس احنا بنقارن حاجه مثلا زي الصوت ما بينهم. تعالى برضو نبص على علبه الشكمان، زي ما انت شايف نفس الكلام برضو، علبه النيكل، وعندنا هنا الكفر اللي هو الاسود ده اللي موجود حوالين الشكمان زي ما انت ما شايف. عندنا هنا برضو الشكمان بيتغير بسوستين، برضو شفنا الكلام ده في الفيجور 300. عندنا هنا سوستين، تعالى كده نعمل عليهم فوكس. السوستين دول بتشيلهم اللي فوق واللي تحت، وبتبدا ان انت تشيل العلبه دي وتركب علبه ثانيه لو انت عايز، مفيش اي مشكله، الموضوع سهل. بدل اللحام والكلام ده كله تقدر انت تغيرهم من خلال السوسته اللي موجوده في الشكمان. تعالى برضو كده نبص على شكل الدواسات. دواسه الرجل الاماميه فيها سوسته كده زي ما انت ما شايف، وشكل النيكل ده شبه الاف 250 والكلام ده نفس الفكره. دي هنا العلبه بتاعه الفرامل الباكم الخلفي. عندنا الدواسات الخلفيه برضو نفس الشكل اللي موجود في التي ان تي 250، نفس الفكره بتاعه الدواسات دي، طبعا مع اختلاف الخامات شويه عن التي ان تي، هتلاقي ان خاماتها اعلى، ولكن نفس الفكره. اللي قدام برضو قريبه جدا منها، ما عدا طبعا الحته النيكل دي مش موجوده في التي ان تي 250. ولو رحنا الناحيه الثانيه عندنا عصايه الغيارات اللي هي شغاله في الدراع اللي هو الزياده علشان تدي نعومه للغيارات، موجوده برضو هنا الناحيه الثانيه، والموتوسيكل نازل بست غيارات. فالدنيا لحد دلوقتي تمام، نفس الفكره بالظبط اللي كانت موجوده في الموتوسيكل القديم او الاصدار الاولاني. الديل هنا بتاع الموتوسيكل نازل بالشكل ده، الديل اللي هو بيكون راجع لورا كده، وعندنا هنا برضو نمره بيكون عليها اضاءه للدات. تعال برضو نشغل الاشارات ونشغل الكلام ده كله نشوف الدنيا عامله ازاي. الاشارات كلها للدات اهي، دي الاشاره الخلفيه، وبرضو هنا عندنا لمبه صغيره كده ديك زي نور خفيف كده على النمر وانت ماشي. في ناس طبعا ما بتحبش الجزئيه دي علشان المخالفات والكلام ده كله، بس دايما هتلاقي الموتوسيكلات كلها في الغالب بتنزل بيه حته اللمبه دي. في هنا عاكس برضو مستطيل كده صغير موجود ورا، فده شكل الديل الخلفي بتاع الموتوسيكل. في ناس بتجيب اصلا الديل ده بتعدله وبتركبه على موتوسيكلات ثانيه، برضو شكله شياكه. وهي نفس الفكره بالنسبه للاشارات اللي قدام، نفس الاشارات تقريبا للدات برضو. ها الفانوس بتاع الموتوسيكل للدات، الاشارات الكلام ده كله، الموتوسيكل نازل للدات بالكامل. في برضو هنا حاجه زي الترابه، في ناس برضو بتحب موضوع الترابه ده، في ناس بتشتريها بتركبها. التي ان تي 250 برضو نازل بالترابه دي، الاصدار الجديد بينزل بيها جاهز. وهنا عندنا نفس الكلام، نازل بالترابه خلفيه معدن كلها يعتبر، معنا طبعا الجزء ده بيكون بلاستيك مط، وده شكل الجزء الخلفي عموما بتاع الموتوسيكل. طيب في ناس كتير بتسال على حته الموتوسيكل ده، في حاجتين دايما الناس بتسال عليهم، وهي حته السرعه القصوى واستهلاك البنزين. الموتوسيكل ده في السرعه القصوى ممكن يوصل معاك لحد 150 كيلومتر في الساعه، وده رقم كويس بالنسبه للموتوسيكل الصيني، فالرقم بتاعه كويس. وبالنسبه للموتور ده يعني الموتور برده مش ضخم للدرجه، ولكن في نفس الوقت بيوصل معاك لحد سرعه 150. وبالنسبه لاستهلاك البنزين فهنقول ممكن استهلاك البنزين من 25 لحد 30 كيلو على حسب السرعه بتاعتك، وعلى حسب انت بتكون ماشي ازاي في وسط البلد، بتمشي مثلا بره في حتت سريعه الكلام ده كله، كل ده بيفرق في استهلاك البنزين. ولكن الموتوسيكل المتوسط استهلاك البنزين بتاعه ممكن نقول من 25 لحد 30 كيلو بكل لتر بنزين. برضو في حاجه لازم تعرفها من ضمن مواصفات الموتوسيكل، هنا تانك البنزين بتاع الموتوسيكل تقريبا حوالي 14 لتر، وتقريبا زي ما قلت لك استهلاك البنزين هيكون من 25 ل 30 كيلو، فالمعدل بتاعه هيكون كويس معاك حتى لو انت هتسافر بيه او حاجه. ووزن الموتوسيكل تقريبا حوالي 150 كيلو. واخيرا قبل ما ننهي الفيديو عايزين نتكلم برضو على حاجتين في النهايه. الموتوسيكل ده سعره النهارده حوالي 72000 جنيه في معرض مصر موتورز، هسيب لك زي ما احنا متعودين الارقام بتاعتهم واللوكيشن والكلام ده كله ان شاء الله في وصف الفيديو او في اول كومنت، هتلاقي الرقم بتاعهم دايما موجود تحت. فالموتوسيكل دلوقتي سعره 72000 جنيه، وكمان هتلاقي عليه غيار زيت هديه، ما تنساش برضو تقول لهم ان انت من طرفي كده علشان تاخد غيار الزيت بتاعك. ان شاء الله هتلاقي الموتوسيكل ده موجود بالالوان اللي انت عايزها، هسيب لك العنوان بتاعهم وهسيب لك التفاصيل وكل حاجه تحت الفيديو. دي كانت مراجعه سريعه للاصدار الجديد من ار اس 250، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه، الجو حر اليومين دول الواحد تقريبا مش قادر يصور، ما تنساش تعمل لايك اما تخرج من الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.